حياكم الله مشاهدينا ومع آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم ومع بلدية الشارقة وتنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعى بممارسة نشاط تجاري من خلال السيارات المتنقلة الذي يدعم المشاريع الشبابية، افتتحت بلدية مدينة الشارقة بجانب المنتزه الوطني واحة المطاعم التي تقدم وجباتها من خلال مجموعة من العربات المتنقلة عن هذه الواحة وأبرز التسهيلات والخدمات التي تقدمها بلدية مدينة الشارقة لأصحاب هذه المشاريع والمطاعم. معنا اليوم الأستاذ خالد السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين والأستاذة إيمان العويس من إدارة الممتلكات والاستثمار في بلدية مدينة الشارقة. أهلا وسهلا ومساكم الله بالخير. يا مرحبا، مساء النور والسرور، يا مرحبا، حياكم الله. واحة المطاعم، نعم. في البداية نتكلم عن فكرة هذه الواحة وعن تسميتها أيضا والأهداف. بداية نشكر لكم هذه الاستضافة وهذه فرصة طيبة نكون معكم في هذا البرنامج المتميز. حياكم حقيقة الله. واحة المطاعم، ابتداء احنا بنقف عند التسمية. واحة المطاعم، احنا تعمدنا ان تكون تسمية باللغة العربية. نعم. نحن في بلدية مدينة الشارقة كنا وما زلنا و على رأى صاحب السمو، نعم. ان تكون جميع مفرداتنا مفردات لغه عربيه، نعم. سهله التناول وذات معنى يصل لكل المقيمين والمواطنين على هذه الاماره، نعم. الفكره جاءت باختصار دعما للشباب وبناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقه حفظه الله، حيث وجه بدعم هذه المشاريع ورأت بلديه مدينه الشارقه ان تكون هذه الواحه هي المكان الذي يمكن للمواطنين والمواطنات أن يقوموا بهذا النشاط، نعم. ويخدمهم بالدرجة الأولى بحيث أن نفذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، نعم. ونكون قريبين من مدينة الشارقة ولم نتطرق كثيرا إلى 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 مناطق أبعد من السكان. نعم، مثل ما ذكرت اختيار الموقع، نتكلم مع الأستاذ إيمان، اختيار الموقع عند المنتزه الوطني، لماذا تم اختيار هذا الموقع بالذات وهل هناك أيضا مواقع أخرى أم أن هذا هو الموقع الأول؟ أكيد نحن عندنا مشروع واحة المطاعم، طبعا هذا أول مشروع تم افتتاحه، نعم. وعندنا ثلاث مواقع أخرى، عندنا في السيوح والممزر، نعم. تم اختيار المواقع على أساس يعني قربها من الأحياء السكنية على أساس أنها تخدمهم، وطبعا وفرنا لهم هناك أماكن الجلسات والاستراحات، واخترنا الموقع هذا طبعا الهدف الأول، وطبعا على أطراف المدينة، يعني عندنا السيوح يخدم منطقة السيوح وال يعني المناطق اللي بالقرب منها، نعم. ونفس الشيء المنتزه منطقة القراين والمناطق اللي بالقرب منها، لأن واخترنا بعد على أساس تكون بعيدة من المطاعم التقليدية على أساس ما يتأثرون المستثمرين سواء أصحاب المطاعم ولا أصحاب العربات المتنقلة. نعم، يعني هو مثل ما تقولين يعني هو دعم للمشاريع في نفس الوقت إنعاش بعض المناطق، أكيد. يمكن ومثل ما ذكرتوا يعني انه يكون قريب من العملاء. اذا تسمحي لي اختي علي، اختيار المواقع جاء بعنايه حقيقه. احنا عندنا ثلاثه مواقع مثل ما ذكرت اختي ايمان، الموقع الاول لواحة المطاعم هو الموقع المقابل المنتزه الوطني، الموقع الثاني هو في منطقه السيوح وهو حاليا ايضا قائم، والموقع الثالث في منطقه الممزر. حاولنا نغطي المدينه بشكل كامل، حاولنا ان أصحاب النشاط هذا ما يزاحمون أصحاب المطاعم والكافتريات اللي هو نشاطهم الأصيل، نعم. بحيث لا يتضرر صاحب المطعم وأيضا لا يتضرر صاحب هذا النشاط. صحيح. القائم على هذه الفكرة مثل ما الجميع يعرف هم شباب وبنات في مقتبل في بداياتهم ويحتاجون إلى دعم. صحيح. كانت الفكرة أن نأخذهم إلى المستهلكين أو اللي زباينهم وفي نفس الوقت ما نضغط على المطاعم والكافتريات، فكان اختيار المواقع حقيقة يعني متعمد أن يكون في أطراف المدينة وأيضاً يخدم الشوارع الحيوية. عندنا موقع اللي تم افتتاحه بشكل رسمي بالأمس، نعم. يخدم الشارع المتجه إلى مدينة الذيد، والموقع الآخر السيوع يخدم الشارع الخلفي اللي هو شارع كلبا والمنطقة الوسطى. نعم، مثل ما نشوف أيضاً الآن على الشاشة بعض من هذه العربات المتنقلة، وما شاء الله يعني هناك يعني نشوف الأطفال متواجدين والعوائل، وفي يعني في هذه الأجواء الجميلة بالتأكيد أن توقيت هذه
الواحة مدروس أكيد يعني في أكيد هذا أكيد الوقت أكيد بس أكيد. هذه الواحات اللي تم واحة المطاعم يعني هل افتتحت في نفس التوقيت أم أن بشكل تسلسلي تم الافتتاح؟ لا هو بشكل تسلسلي حاليا نعم. تم افتتاح بشكل رسمي موقع منتزه الشارقة الوطني والواحة المطاعم اللي في السيوح مفتوح بشكل مؤقت الحين نعم. ولكن في المرحلة الجاية إن شاء الله بيجري التطوير عليه بيكون بشكل أرتب والممزر إن شاء الله بعد قريبا يفتح. نعم لو نتكلم عن عدد المطاعم اللي تضمها كل واحة هي تعتبر كل واحة ما في مسميات أخرى لكل منطقة صحيح؟ لا واحة المطاعم السيوح واحة المطاعم منتزه الشارقة الوطني نتكلم نعم نتكلم عن عدد المطاعم والخدمات التي تقدم أيضا سواء للسياح اللي حابين يزورون المكان أو المستثمرين كذلك حاليا في واحة المطاعم منتزه الشارقة الوطني في 10 مواقع نعم وطبعا نحن موفرين الجلسات مثل ما تفضلت قبل شوي موفرين الجلسات الخارجيه موفرين منطقه الالعاب الاطفال ما شاء الله وفي منطقه السيوح حاليا تقريبا 18 مشروع موجودين ما شاء الله وطبعا بعد التوسعه بيضم عدد اكبر من المشاريع نعم ان شاء الله اذا تسمح لي اختي عليا احنا تعمدنا نسميها واحه لتعبر عن هذا المكان ليس فقط لتقديم خدمات الأكل وإنما هي استراحة وواحة فيها كل شيء نعم. بمعنى تنوع في المعروض من الوجبات وأيضا تنوع من الاستفادة من الغرض ليس فقط تناول الوجبة وإنما جعلنا زوايا للأطفال وتلبي كل الشرائح المنطقة نعم. الممشى نعم. لأهل المنطقة نفسهم قريبة جدا فممكن نعم. كبار السن يتمشون ثم يأتون يشربون القهوة أو يشربون العصائر الباردة نعم. إن كان شوي الجو يدخل على الحر أو يشربون المشروبات الساخنة في مثل هذه الأجواء الباردة وفي نفس الوقت يلبي حتى الاحتياجات الشخصية تعمدنا أن يكون قريب من المنتزه الوطني حتى يكون في وقت الصلاة مثلا المسجد بجانبهم لقضاء الحاجة في دورة مياه أيضا نعم. قريبة منهم وهذه المراعاة موجودة بإذن الله عز وجل في ثلاثة مواقع إذا تسمحي لي أختي عليا فضل. أنا بأرجع لفكرة الواحة وكيف جاءت حقيقة هي جاءت بناء على حاجة هؤلاء الشباب نعم. صاحب سمو حفظ الله تلقف هذه الحاجة ودعم هذا المشروع وسمح بأن تكون أنشطتهم من خلال هذه المركبات دون الحاجة إلى محلات الحمد لله القائم التنسيق عفوا قائم بين بلدية مدينة الشارقة وبين الجهات المختصة بالترخيص مثل الدائرة الاقتصادية وأيضا مع الأخوة في القيادة العامة والشرطة اجتماعاتنا معهم مستمرة حتى نلبي حاجات أصحاب هذه المشاريع ابتدأنا قبل أقل من سنة في منطقة السيوح بناء على طلب الناس في ناس رخصوا لكن ما كان في مكان لتقديم هذه الخدمة نعم وبناء على طلبهم تم بشكل عاجل توجيه أخونا ومدير عام بلدية الشارقة سعادة الثابت الطريفي بأن ينبغي أن يهيئ مكان بشكل مؤقت يخدم هذه الشريحة إلى أن ننظر في الأماكن الدائمة والحمد لله تم تجهيز مكان وابتدأنا بعربة واحدة الآن أخت إيمان ذكرت أن المكان هذا اللي هو كان مؤقت فيه 18 مشروع الله. مستقل وهناك طلبات لم يتم يعني تلبيتها وجاري دراستها بالانتظار يعني فالحمد لله هذا يفرحنا نعم. أن في شريحة من الشباب ومن بناتنا قائمين على هذه الأنشطة ولما تأتون وتشوفون أصحاب المشاريع قائمين على هذا المكان هذا شيء يفرح حقيقة صحيح. ويسعد وأنا أتوقع أنه يعني صاحب سموه هو أكثر الناس سعادة بهذا الأمر لأن هذه في النهاية فئة تحتاج إلى دعم منا نحن كمؤسسات حكومية نحن منظومة نحن نلبي رؤية صاحب السمو ونحاول قدر الاستطاع أن نكون داعمين لأبنائنا وبناتنا الشباب نعم يعني ما شاء الله كل هذا الدعم الذي يحظى به شبابنا قبل شوي تكلمنا عن الابتكارات وال يعني التطور اللي حابين ان انجازات الطلبة تطبق على ارض الواقع والحين ما شاء الله يعني مشاريعهم يتم دعمها فأندل على شيء انما يدل على ان اهتمام سموه بفئة الشباب وهم ان شاء الله في ايدي امينة نرجع مرة ثانية لهذه واحة المطاعم نتكلم عن تسهيلات وهل هناك اشتراطات ايضا معينة حتى يتم قبول هذه المشاركة صحيح أختي عليا هناك اشتراطات متعلقة بالصحة اشتراطات صحية تقوم عليها إدارة الصحة وقطاع الصحة في بلدية مدينة الشارقة ينبغي أن تتوفر هذه الشروط حتى يتم التصريح
ابتداء في تنسيق بيننا وبين الأخوة في الدائرة الاقتصادية. هم حقيقة الترخيص عندهم لكن الاشتراطات الصحية عندنا بعد ما تتأكد كوادرنا من هذه المركبة وهذه العربة تتوفر فيها الشروط الصحية الملائمة لتقديم الوجبات الغذائية يتم إعطائهم الموافقة، ومن ثم يتم اختيار الموقع حسب رغبة صاحب المشروع. لكن نحن حريصين في بلدية مدينة الشارجة أن تكون هذه الواحات متنوعة ليست ذات طابع واحد، يعني حتى ما في تكرار أكثر. يعني ما في تكرار، مو كلهم بيقدمون البرجر أو مو كلهم بيكونوا عبارة عن مقاهي أو غيره. بفضل الله عز وجل سوف تجدون السمت أن هناك المقاهي، هناك المطاعم التي تقدم الوجبات الشعبية، وهناك المطاعم التي تقدم الوجبات الحديثة أو الغربية، وهناك أيضا اللي يقدمون المشروبات العصائر الساخنة، والحمد لله يعني هذا التنوع يخدم في النهاية الجمهور. بالتأكيد هذا على جانب الاشتراطات، لكن لو نتكلم عن التسهيلات كذلك. ذكرت أختي إيمان أن المواقع هذه الحمد لله فيها كثير من المسائل اللي كانت على عبء صاحب المشروع. اليوم صاحب المشروع كان يأجر مكان ويضطر أنه يجيب الـ ما يجلب الزباين، يجيب الجلسات ويجيب الألعاب للأطفال ويجيب وسائل الترفيه. نحن ببلدية مدينة الشارجة بفضل الله سبحانه وتعالى وبناء على توجيهات صاحب السمو حرصنا على توفير حتى جلسات لهذه المطاعم تكون بشكل عام متناسقة، وحرصنا على أن تكون هذه الواحات فيها زوايا تخدم الأطفال. لعل رأينا معكم في التقرير يعني الكل كان سعيد، الأطفال سعيدين وأولياء أمورهم سعيدين، ونحن أيضا كنا سعداء الحمد لله. بعد بضيف على كلامك أن حتى بخصوص الإيجار، يعني حتى صاحب المشروع ما صار عبء عليه مبلغ الإيجار نفس باقي المحلات أو الأماكن الأخرى، يعني اهتميتوا في الجانب المادي. رمزي جدا. نعم صحيح هي رسوم رمزية فقط للتنسيق، ولكن توجيه صاحب السمو واضح في دعم هذه المشاريع، ونحن يعني ابدا ما راينا لهذه الواحات على انها استثمار او مناطق يمكن الاستفاده منها. كان الهدف بالدرجه الاولى دعم هذه المشاريع بناء على، وانا ما اخفيكم سرا ان الكل حقيقه يدعم هذا المشروع. سمو الحاكم حفظه الله، قرينه صاحب السمو الحاكم حفظه الله ايضا تدعم هذا الامر، ونحن باذن الله عز وجل نحاول ان ننفذ هذه الرؤى، ونحن محظوظون حقيقه. نعم. كنا في مدينه الشارجه ونحظى بهذه الرعايه من صاحب السمو. الحمد لله. بالفعل يمكن المشاريع الشبابيه الناشئه يعني يهمهم الجانب المادي بشكل كبير، لانهم في بدايه مشوارهم التجاري، وهذا التسهيل والامور الرمزيه يمكن بالفعل وايد تسهل كبير عليهم. بالفعل نتكلم عن ذكرتوا أن بدأ بعربة واحدة وتطور الموضوع إلى واحة المطاعم في مناطق متعددة، هل سيكون هذا المشروع مؤقت أم أنه بشكل دوري أم أنه مستمر طول السنة؟ هو حاليا إن شاء الله بيكون مستمر. نعم. موقعنا اللي في منتزه الشارقة الوطني تصاريحهم لمدة سنة وقابلة للتجديد. نعم. مثل ما ذكرت سابقا عندنا اللي في السيوح كان بشكل مؤقت، ولكن إن شاء الله بيجري التطوير عليه على أساس يكون بشكل دائم إن شاء الله. إن شاء الله. المنزل إن شاء الله بعد هو قائم، يعني إن شاء الله قريبا بنفتحه وبيكون دائم بإذن الله. هل أخذتوا بعين الاعتبار أنه في فصل الصيف يحتاجون يمكن احتياجات أخرى؟ تم التخطيط لمثل هذه الأمور؟ بالتأكيد. نعم. في فصل الشتاء ما شاء الله حطنا بعين الاعتبار هالموضوع. نعم. هذا ودرسناه. نعم. هي تجربة جديدة أختي عليا، ونحن نتطور معها حقيقة. ابتدأنا بموقع ثم موقعين ثم ثلاثة، والأمر مفتوح حقيقة حسب حاجة الناس. كنا نتكلم أنا وأختي إيمان قبل ما نطلع معاكم على الهواء أن الطلبات تأتينا الآن من مناطق مختلفة من داخل المدينة. يعني أهالي منطقة الرحماني يطالبون أيضا بافتتاح شيء من هذا، أهالي منطقة السيوح يؤكدون أنه يبون نفس الخدمات التي تقدم في المنتزه الوطني. هذا حقيقة يضعنا أمام عبء، لكن بإذن الله عز وجل نحن نعد الجمهور. نعم. ونعد الجميع بأن نلبي احتياجاتهم. المواقع الحالية الثلاث حاولنا قدر الإستطاعة أن تخدم جميع القاطنين والزائرين، ونحن
يعني ما ننكر شيء لما نقول أن مدينة الشارقة وبخدماتها وما يقدم فيه ليست فقط للمقيمين، الحمد لله الشارقة مقصد للمدن المجاورة والإمارات المجاورة، ونهايات الأسبوع دائما ما تشهد إقبال من الأخوة المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، وبإذن الله عز وجل مثل هذه الخدمات هي خدمة للجميع لكل المواطنين على مستوى الدولة والمقيمين. بالتأكيد. هل يتم التواصل بينكم بين أصحاب المشاريع؟ يعني إذا في عندهم طلبات معينة، اقتراحات معينة، أو لا سمح الله يعني شكاوي معينة؟ أكيد دائما نتواصل وياهم ودائما على اتصال ونتابعهم، يعني إذا عندهم أي مشكلة أي عائق أي شيء يتواصلون معنا. نعم. لو نتحدث عن جهة الترخيص، التراخيص التي تصدر لهذه المطاعم كيف يتم ترخيصها؟ يعني من بداية، يعني هل يشترط أن يكون صاحب المشروع لمشروع قائم، أم أن بإمكان البداية مع هذه العربة؟ هو طبعا مكرمة صاحب السمو حفظ الله وتوجيهاته ريحت الشباب من العبء السابق. نعم. سابقا كان ينبغي أن يكون عنده مطعم. نعم. أو مقر وإيجار ويدخل في سلسلة طويلة من الإجراءات حتى يستطيع أن يصل في النهاية إلى هذه العربة. نعم. لكن بعد توجيه صاحب السمو حفظه الله بأن يكون أن تكون هذه العربة أو المركبة هي مكان الترخيص، تسهلت كثير عليهم الأمور. ابتداء التنسيق مع الأخوة في دائرة التنمية الاقتصادية يأخذ الموافقة من هناك. أنا أشرح للراغبين، وإن كان حقيقة إحنا ما شاء الله بالفعل يحتاجون، إذا كان حد يشاهدنا يمكن وما عنده فكرة عن هذا الجانب إمكانكم توضحون للسادة المشاهدين. الخطوة الأولى هو يأخذ موافقة من دائرة التنمية الاقتصادية على إنشاء مثل هذا الترخيص. نعم. الخطوة الثانية بيحولون علينا على بلدية مدينة الشارقة على إدارة الصحة، راح يعطونا الشروط والاشتراطات الواجب توفرها في هذه المركبة. مجرد ما يوفر مركبته بالاشتراطات الصحية المطلوبة لتقديم الوجبات الغذائية راح يأخذ الموافقة، وبإذن الله عز وجل يختار الموقع اللي يناسبه سواء كان في أحد مواقع اللي قامت البلدية بإنشائها. نعم. يعني بإمكان اختيار الموقع كذلك بين ثلاث، أم أنه إذا توفر المكان؟ إذا توفر أكيد لا شك. أكيد. لأن أكيد. ما شاء الله منتزه الشارقة الوطني يعني كانوا متوفرين 10 مواقع ما شاء الله كلها من حجزة. نعم. فالمتوفر حاليا في السيوح. لو نتكلم عن آلية الرقابة، يعني كيف يتم الرقابة على هذه المشاريع، خصوصا يمكن هم في بداياتهم ممكن أن ما نقول يغفلون، ولكن يحتاجون إلى دعم مستمر، يمكن إرشادات معينة، هل يتم توفيرها للمبتدئين؟ لا شك أن الرقابة على المواد الغذائية هذه يعني من المسائل اللي توليها بلدية مدينة الشارقة اهتمام خاص، عندنا كادر متخصص في هذا المجال يشرف ويقوم بالإشراف ابتداء حتى قبل ما يبدأ النشاط. عندنا دورات تأهيلية للعاملين في هذه المطاعم والكافتريات سواء كانت العربات المتنقلة أو حتى المطاعم بشكل عام، وعندنا شهادات تقدم لأصحاب هذه المركبات. حدثنا أكثر عن هذه الدورات. حقيقة إحنا عندنا شهادة معتمدة على مستوى الشرق الأوسط ما شاء الله، شهادة سلامة الأغذية، والحمد لله نفتخر في بلدية مدينة الشارقة أن نحن سباقون في هذا الأمر، والحمد لله المطاعم والكافتريات الآن تفتخر بأنها التحقت بهذه الدورات وبأنها حائصة على هذه الشهادة، وتلاقينها معلقة على المطاعم وعلى الكافتريات، ونحن حريصين أن تكون هذه ثقافتنا في بلدية مدينة الشارقة، أن الغذاء السليم والصحيح هو المقصد سواء كان لصاحب المطعم أو للبلدية أو للجمهور. صحيح. فمتى ما عرف أن هذه المؤسسة التي تقدم هذه الوجبات مشرفة عليها بلدية مدينة الشارقة وقطاع الصحة في بلدية مدينة الشارقة، هذا أكيد يبعث على الاطمئنان. بالفعل يعني يمكن يتبادر لذهن الجمهور أن هذه مشاريع شبابية، يمكن ما يكون في حرص، ولكن مع مراقبة ودعم بلدية مدينة الشارقة إن شاء الله تتم الأمور بدون إن شاء الله إشكاليات. بإذن الله. هي دعم بالدرجة الأولى. نعم. ومراقبة وتصويب إن كان هناك أخطاء، ورقم ثلاثة حرص على صحة الناس، لأن إحنا نتكلم عن غذاء. صحيح. قابل أنه يتعرض إلى خطر إن لم يعني يقدم بالطريقة الصحيحة ويعد بالطريقة الصحيحة. صحيح. لو نتكلم كذلك عن أهمية دعم المشاريع الشبابية، وكيف أن هذا الدعم وهذه التسهيلات التي تقدم وهذه الخدمات التي توفر لفئات الشباب كيف أنها تساعد أيضا على تشجيعهم، نتكلم عن هذه الأهمية، وكيف أنه ممكن أيضا تأثر، أكيد بالتأكيد بتأثر على اقتصاد الإمارة، ولكن نتحدث عن الأهمية. هو لا شك أختي إحنا ذكرنا هذه النقطة ورد نكرر عليها، حاولنا قدر الاستطاعة أن ندعم هذه الشريحة من
من المواطنين القائمين، فئة الشباب والبناتنا القائمين على هذا النشاط، وفي نفس الوقت ما يتأثر أصحاب النشاط الأساسي اللي هم اللي يقدمون الوجبات الغذائية سواء كانوا مطاعم وكافتريات، واللي هو هذا نشاطهم الرئيسي. نعم. فلذلك كان اختيار المواقع في مناطق متطرفة نوعا ما، وأيضا الذهاب في المناطق التي غير مخدومة من المطاعم الرئيسية. نعم. يعني يلبي الأمرين. نعم. يدعم هؤلاء الشباب بتوفير شريحة من الجمهور لهم، وفي نفس الوقت ما يزاحم. صحيح. أصحاب المطاعم والرخص اللي قائمين يقولون إحنا يعني مرخصين وصلنا فترة وكذا، ويبتوننا هالمطاعم وكذتنا وخذت الزباين منها. لا، بإذن الله عز وجل هذا الأمر مراعى، اختيار الأماكن بعناية حتى يعني يمشي الأمرين، يمشي دعم لهذه الفئة، وفي نفس الوقت ما ينظر صاحب الترخيص الأصلي أو عفوا صاحب المطاعم الأصلية. نعم. وحقيقة يعني دعم الشباب الآن هذه المسألة على مستوى الدولة وعلى مستوى الإمارة من أولويات المنظومة الحكومية، ونحن جزء. نعم. من رؤية صاحب السمو في دعم هذه الشريحة بإذن الله. إن شاء الله نتمنى التوفيق لشبابنا، ونتمنى لكم أيضا التوفيق، ونشكركم على تواجدكم معنا وأنكم وضحتوا هذه الفكرة يمكن للشباب الطموح اللي حاب أنه يدخل في مجال التجارة. كل الشكر والتقدير للأستاذ خالد السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين، والشكر موصول أيضا للأستاذ إيمان العويس مدير إدارة الممتلكات والاستثمار في بلدية مدينة الشارقة. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، في أمان الله.